السلام عليكم. السعودية تكشف للمرة الأولى عما في داخل الكعبة المشرفة وماذا يوجد في الصندوق المخبأ بين جدران الكعبة. الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم وأقدس مقدساتهم، إليها يحجون، وفيها الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم، وكل منا يحب زيارة الكعبة ورؤيتها. لكن الشيء الذي يغفل معظم المسلمين عن السؤال عنه هو ماذا يوجد داخل الكعبة المشرفة، ولما هناك من يخفي الموضوع ولا أحد يصرح بما في داخل قبلة المسلمين المقدسة. في هذا الفيديو سوف نريكم بالتفصيل مكونات الكعبة المشرفة من الداخل، ونشرح لكم كل ما فيها، حيث كشفت السعودية عما في داخل الكعبة المشرفة. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة المقطع ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين، والإعجاب بالفيديو إذا تكرمتم. نبدأ بباب الكعبة المشرفة، حيث يقع هذا الباب من الجهة الشرقية من الكعبة، ويرتفع عن الأرض متران، وطوله 3 أمتار، أما عرضه 170 سنتيمترا، وقد تم صنعه من الذهب، حيث بلغ مقدار الذهب الذي صنع منه 280 كيلوغراما، وهو من الذهب الخالص. وعند دخولك إلى الكعبة تنفحك رائحة طيبة رائعة من خليط من العود والمسك والعنبر، والذي يستخدم بكميات كبيرة لتنظيفها، ويستمر مفعوله طوال العام، ويكون موجودا في صندوق في منتصف الكعبة. والكعبة المشرفة عبارة عن غرفة صغيرة أرضيتها من الرخام الأبيض الفاخر، وحدوده من الرخام الأسود، ويوجد في أرضيتها رخامة من اللون الغامق، يقال أنها تحدد موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام. كما توجد علامة أخرى في نفس الرخام في موضع ملتزم، حيث ألصق الرسول عليه الصلاة والسلام بطنه الشريف وخده الأيمن على الجدار، ورفع يديه باكيا إلى الله. أما جدران الكعبة فجزء منها مكشوف، وهو مبني من الرخام الأبيض نفسه، ومكتوب عليه بالفضة آيات قرآنية كريمة، وتمتد حتى تغطي سقف الكعبة. كما يوجد على الجدران 9 أحجار من الرخام مكتوب بخط الثلث بالحفر على الحجر، إلا حجر واحد مكتوب بالخط الكوفي البارز، وتم تجميعها من كل عهد من عهود من قاموا بتوسيع الحرم المكي الشريف. وكما أن المفاجأة أن باب الكعبة يفتح في السنة 3 مرات، مما يسمح لبعض الناس بالدخول إليها، وذلك يأتي حسب أوقات معينة. ومن ثم هي ليست حكرا على أحد معين، وطبعا إنما من يحصل على شرف الدخول إلى الكعبة والصلاة فيها فهو ذو حظ عظيم. وجمال الصلاة داخل الكعبة المشرفة أنك تستطيع الصلاة في أي اتجاه تريد، فليس هناك اتجاه معين للقبلة، فهي مركز القبلة. اللهم أكرمنا بالصلاة داخل الكعبة. وتحوي الكعبة المشرفة في داخلها أعمدة خشبية 3 تحمل سقف الكعبة المشرفة، وهي من أقوى أنواع الخشب التي لا يعرف لها مثيل، إذ وضعها الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، ويصل عمرها إلى أكثر من 1350 عاما، وهي بنية اللون تميل إلى السواد قليلا، ويصل بينها من الأعلى قضيب مذهب معلق فيها مجموعة من الفوانيس المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش بآيات قرآنية. كما يوجد باب من الذهب الخالص يمين الكعبة المشرفة يدعى باب التوبة،
إذ يؤدي هذا الباب إلى سلم حلزوني يمكن من الصعود إلى سطح الكعبة. وتغسل الكعبة المشرفة من الداخل مرة في كل عام بالماء والصابون أولا، ثم يلي ذلك مسح جدرانها الداخلية وأرضيتها بالطيب من كل أنواعه، ثم تبخر بأطيب بخور. وفي التاسع من ذي الحجة الموافق ليوم عرفة يقوم أفراد من مصنع كسوة الكعبة من نزع أحرامها القديم وإلباسها كسوة العام الجديد المصنوعة من الحرير الخالص، وذلك على يدي أمهر النساجين والخطاطين، إذ تتزين هذه الكسوة بالذهب والفضة بالإضافة إلى حزام عليه بعض الآيات القرآنية. ربنا لا تحرمنا من زيارة الكعبة المشرفة والصلاة فيها. أخي المشاهد، نتمنى أن يكون الفيديو قد نال أعجابك، فتكرما وفضلا منك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع أصدقائك وليصل إلى أكبر عدد من المسلمين. في أمان الله.